مشاهدينا، للمزيد من المتابعة ينضم معنا عبر الهاتف دكتور محسن السلموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية. يعني بعد التحية، وفي البداية، يعني رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صرح بأن الأشهر المقبلة ستكون صعبة للغاية، وقد تفقد فواتير الكهرباء البريطانيين عقولهم. يعني برأيك، هل ستمتد هذه الأزمة ما بعد فصل الشتاء؟ الأزمة دي أزمة مستمرة، والأداء السيء للسيد رئيس الوزراء بوريس جونسون في النهاردة مع الاتحاد مع الولايات المتحدة الأمريكية وزق أوروبا في واستفزاز روسيا في حرب كان ممكن الاستغناء عنها ضد أوكرانيا، وبعدين التسرع الاوروبي الشديد، تمام، بدون دراسه بدون وعي، تمام، في ازمات اقتصاديه خلقت من اوروبا برئاسه السيد بوريس جونسون عن المقاطعه الاقتصاديه والعقوبات الاقتصاديه اللي عملوها ضد روسيا. انا في رايي ان العقوبات الاقتصاديه دي كانت في الاول مش ضد روسيا، دي ضد المجتمع الاوروبي وضد الشعب الاوروبي كله، وبالذات ضد الشعب الانجليزي. نعم. النهارده اسعار الطاقه دي بترتفع ارتفاعات خطيره نتيجه ان، تمام، نمره واحد، انجلترا عندها احتياط استراتيجي للغاز اللي هو جاي من النورث في اللي هو الشمال الشمالي ناحيه اسكتلندا، انما لما هي عشان تزق المانيا وتزق بعض الدول الاوروبيه في مع دخول المقاطعه ضد روسيا وعدم استخدام الطاقه الغاز الروسي، هي كانت وعدت اوروبا انها هتقوم بتمويل جزء كبير من الغاز دوت لاوروبا، وللاسف الشديد دي برضه كانت دراسه هوائيه غير متوقعه، لان لن يستطيعوا، تمام، انهم يمدوا اوروبا بكامل الطاقه اللي عاوزينها. الاحتياط الاستراتيجي بتاع اوروبا كله انخفض انخفاضات خطيره، وبالذات في المانيا، لان المانيا كانت بتاخد 80% من الغاز الروسي وبتدي اوروبا. ده النهارده الخط الاولاني بتاع روسيا ده موقوف تماما، تمام، وهم قفلوا. كان في الخط الثاني اللي هو على شبه التجريب الروسي، هم قفلوا من ضمن العقوبات، قفلوا هذا الخط ومنعوا الاستخدام بتاعهم. النهارده روسيا قالت ان التوربينات اللي هي كانت موجوده محتاجه يعملوا لها صيانه، وبعتتها لكندا، وكندا كانت عاوزه رافضه انها تعمل الصيانه بتاعتها نتيجه المقاطعه، وانما الالمان ضغطوا عليهم انهم يقوموا يعملوا الصيانه. يعني دكتور محسن، تفضل. ايوه، يعني بالتاكيد يواجه الاقتصاد العالمي الكثير من التحديات، ومن اهمها ارتفاع اسعار الطاقه والامدادات الغذائيه، فكيف ترى هذا المشهد، وهل البنوك المركزيه قادره على كبح ازمه التضخم؟ البنوك المركزية في الدول الأوروبية قوية ولها رصيد عالي من المال. الحكومات الأوروبية هي حكومات غنية، تمام، وعندها جزء كبير من المال، إنما النهاردة وفرة المال لن تعوض، تمام، على انخفاض الغاز الروسي. احنا محتاجين المادة دي لأن احنا محتاجين نشتريها. روسيا كانت بتمول 80% لاوروبا، النهارده دي مش موجوده فيها. البرد والشتاء بيبقى قاسي في اوروبا بشكل خطير، فمحتاج الطاقه دي، محتاجين الطاقه دي. اذا النهارده ما وقفتش الطاقه، لها تاثير كبير على الغاز، لها تاثير كبير على النقل، لها تاثير كبير في كل الاوضاع، لها تاثير كبير، لان صحيح. الدول الاوروبيه دول صناعيه. نعم. والغاز فيها وغير منتجه للغذاء بشكل كبير. فالغاز، الغاز والطاقه والكهرباء من اهم ما يمكن. انما في نقطه مهمه، الشركات المنتجه للغاز ومنتجه للكهرباء هي النهارده بقت شركات من اغنى ما يمكن، عندها طاقه، عندها غنى فاحش من ورده. الحكومه الانجليزيه رفعت الحد
الحد الاعلى كانت حاطه حد على الاسعار الغاز انها تطلع فوق، وحط حد على الاسعار للشركات دي. لما حصلت المشكله دي هي شالت هذا الحد، فبقى النهارده الشركات دي عندها استعداد تخش تحط اي اسعار موجوده. نعم دكتور محسن السلموني استاذ الاقتصاد بجامعه لندن للعلوم الاقتصاديه، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.